مركز الحسينية. مركز الحسينية. ايوه يا باشا. طيب مشكلته ايه بقى بتقول لي؟ انا عملت كشف باسماء المتفقين على الخليج ومحضر مجلس اداره من الجمعيه ووديته اداره التعاون في الحسينيه للتطهير، لغايه من سنه 2014 لغايه دلوقتي ما اتطهرش. اه يعني انت كل المشكله اللي عندك كراكة تيجي تطهر. ايوه ايوه انا افتكرت مشكلتك، انت قلت لي ان في جزء منه مردوم نهائي مش موجود دلوقتي صح؟ اه أيوة. ايوه. طيب ده محتاج ده خلي بالك احنا تابعنا مع وكيل وزاره الري والصرف، وده محتاج فعلا هينزل لجنه عندك تعاين تقريبا بكره وعلى الاسبوع. هقول لحضرتك هقول لحضرتك اجت لجنه من مجلس القاره امبارح وانا ما كنتش موجود. ايوه انا بقول لك صح، انا يعني الاعداد بيقول اللي تم. اديني فرصه اكمل حضرتك. اتفضل. احنا جبنا كراكه من دي من ثلاث اربع ايام سلكت تسليكه بسيطه حتى تبع الاهالي. ايوه. سلكت الخليج تسليكه بسيطه من فوق عشان الميه تطلع. ما فيش ميه طلعت ولا تم تسليم، احنا سلكناها تسليكه بسيطه ب 2600 جنيه. تمام. حوالي 200 متر. وبسيطه. حوالي 200 متر الخليج. الخليج طوله 1400 متر. طيب. ما لا ايه هتقول لك الخليج طاهر، لا احنا جايبين كراكه من الاهالي تبع الاهالي. طيب بص يا حاج لو سمحت. طب ممكن بقى يا حاج فتحي تسمعني وخليك معايا. اتفضل يا بيه. المهندس محمود السعدي وكيل وزاره الري بمحافظه الشرقيه معايا على الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، ازيك يا استاذ سامح؟ بصراحه حضرتك طيب، الموسم ده بيبقى موسم ضغط على وزاره الري كبير يعني بصراحه. كل سنه وحضرتك طيب، صح وانا صح. بنشكر معاليك على مجهودك معانا، وانت تعتبر شريك لنا يا استاذ. لا 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 يعني بصراحه انتوا بتتعاونوا معانا وبتحلوا للناس مشاكلهم وبتسمعوا لهم. انا متابع حضرتك دلوقتي وسامع شكوه الحاج اللي بيشتكي على خليج العلاوي. ماشي. يا ريت بعد اذني معاليك تليفونه وحضرتك انت بلغته، قلت له انت اديتها يعني بلغته ان يجيني، انما هو بيقول انه ما اتطهرش من اربع سنين او من فتره، عاوز تليفونه عشان نتواصل معاه، وبكره حد هيبقى عنده هناك ان شاء الله. طيب يعني ده اللي انا متوقعه من حضرتك، لجنه بس تشوف المكان ونعمل ايه والاهالي يعني عندها استعداد. طيب بشكر حضرتك وربنا يوفقكم. انا بشكر حضرتك والدعم اللي انت بتديه لنا ده، يعني ربنا اللي يكافئك، لان فعلا دعمك ومجهودك معانا ظاهر، وانا كنت متابع يعني المكالمه اللي قبلي مع وكيل وزاره الري في الدقهليه، لان فعلا للاسف اهالينا المزارعين ضعف المساحه المقرره للاسف بتتزرع دلوقتي يا استاذ سامح واكتر كمان. يا فندم احنا ما ينفعش نجامل في الحق، يعني انا دلوقتي لما اكلم الفلاح واقول له ما تزرعش مخالف، انا بكلمه عشان مصلحته، لان هو هيضر نفسه وهيضر جاره، وفي نفس الوقت هنرجع نقول اصل الدوله قصرت والمسؤول ما اشتغلش. منين ما اشتغلش يا جماعه؟ لما احنا يبقى عندنا ضعف المساحه مخالفه هنجيب لها ميه منين؟ ده كده اكتر من ضعف يا استاذ سامع، يعني حاليا الشرقيه 176,000 فدان، دخلنا على زياده عن ضعف المساحه ديت، واعتقد هنوصل يمكن ل 400,000 فدان. الله يكون في عونكم صراحه. الله يخليك. انا بشكرك. الله